الناس اللي عندها المكرونه صعبه بالنسبه لها تجرب الايتم ده، تجرب صنف الجميل اللي انا هعمله دلوقتي. ده بيتعمل ازاي؟ اقول لك، عايزين هرس البطاطس في الدرج الثاني. استاذ رغده بناخد الدرج الثاني. يا سلام استاذ رغده. حطينا الهرداسه اهيت. هجيب عندي بطاطس مهروسه او بطاطس مسلوقه قدام حضرتك زي اللي قدامك دي، ونقوم حاطين عليها شويه ايه ملح. حلو، ونهرس الكلام ده. هنا بقى البيضه هقوم واخدها حطينا عليها. تمام، مركزين معايا صح؟ كل حاجه ماشيه واحده واحده اهي. بعد ما باخد البيضه مع الملح واقوم واخد عليها شويه فلفل اسمر، واقوم شايل دي كده خلاص. يا بنت هتكسري البوله اهي. واقوم جايب عندي الدقيق بقى، ابدا اعجن عندي بالدقيق. خلاص بقى عجينه، اعمل عجينه عاديه جدا، حط دقيق حطلهاش ميه خالص، هو الدقيق اللي بيمسكها وبيكون عندي العجينه اللي انا محتاجها مع البطاطس ومع ايه ومع البيض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ايه بيضة. ها بص يا باشا، بص يا باشا بقى، الله، ادي العجينه. بص العجينه عامله ازاي، اسهل من السهوله، في ثانيه اتكونت عندك عجينه طعمها حلو قوي. والناس اللي فاكره المكرونه صعبه، لا جربي بقى الايه الصنف ده وشوفي هيبقى عامل ازاي دلوقتي كده وانت قاعده في البيت كده، ايه اقعدي مخمخي كده فيه وطلعيه، شوف الموضوع سهل ازاي. بصي، تقوم واخده اول حاجه قطعه من العجينه كده، شغل عالي العجينه لو واخده عرق ولا حاجه، يا عيني عليك حمديكه. تقوم واخده ديت لافف، لا بس ايه عايزه تتنضف، لكن مفيش مشكله مش دلوقتي، اسمح لي اغسل ايدي يا حمد واجي لك. بعد كده بقوم جايب عندي البصامه على ما اغسل بس ايديا، ونبدا حضراتكم اللي احنا نبصمها، واقول لك بنبصمها ازاي. لا اما مبشره عندي لو عندك مبشره، او لو عندك مثلا ليه القطاعه المضلعه اللي انا وريها لك دي. العجينه زي ما اتفقنا مش بتاخد ميه خالص، هي البطاطس والبيض بس. ها تعالوا ناخد اخر حته كمان كده اهو، دي من المقبلات الايطالي بصي رقم واحد عندهم، خلي بالك يعني اي مطعم ايطالي لازم تلاقي الكلام ده موجود، وبيتعمل بقى باكتر من صوص، ما هي زي المكرونه بيتعامل نفس معامله المكرونه بالظبط. بص اقوم جايب عندي القطاعه ديت واقوم حاطط عليها شويه دقيق. طبعا القطاعه دي انا شغال عليها، لكن هي الافضل قطاعه خشب بصراحه يعني. بص يا كبير كده اهي، حلو الكلام. بعد كده بنبدا ان احنا نعملها، وبعد كده اقوم واخدها يا عم حمدي حاططها فين؟ عندي في الميه السخنه اللي فيها شويه زيت وفيها شويه ملح، ونبدا نسلقها بالظبط 4 دقائق. بعد 4 دقائق هنشوفها تطلع هتبقى عامله ازاي ونعمل لها الصوص الاحمر. تعالى نشوف الانيوكي بتاعتنا، بص ما شاء الله عامله ازاي؟ مفيش حاجه لازقه يا باشا، شغل عالي، شغل عالي. بص اهي، احلى مكرونه في الدنيا تعمليها بالبطاطس، والطعم خيال. وطعم بقى انت مش هتحس بالطعم بتاعتها لما تحطها في الصوص. صوص هتلاقي صوص، في عندك الصوص الابيض، صوص الجبنه الريكفورد، صوص الاحمر، اي صوص بقى اعمليه قومي واخداها وحطها عليه، عامليها زي المكرونه بالظبط. فاهمه ازاي؟ اظن مفيش اسهل من كده. عجينه عملت بطاطس عملتها
شويه قضيتها واحد عدد بيضه، شويه ملح صغيرين، دقيق لميتهم بالعجينه، هوب اتكونت عندي العجينه بقت بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نبدا على طول ان احنا نشتغل منها، لان لو العجينه اتثابت البطاطس ايه اللي بتحصل؟ بتبدا تمتص الدقيق، فالعجينه بتبقى طريه معاك. انت اشتغلي منها على طول، اول ما تبداي ان انت العجينه تبقى ماسكه معاكي ابداي شغل، وخلصي ونزليها فين؟ عندك في ميه بزيت مع شويه ملح، فهتلاقيها ما شاء الله بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، وعمرها ما تعجب منك. مش بتاكل عجينه على فكره، بتاكل مكرونه، لان ما فيهاش ميه، العجينه دي ما فيهاش ميه. تمام؟ طيب تعالوا نشوف عندنا هنعمل الصوص بتاعها ازاي. حط عندي دي على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي هنا ننقل الزيت ونحط الطاسه التانية دي عندي على النار. هجيب عندي ريحان، زهر الريحان، والريحان قلنا واحنا بنفرمه نلفه كده حوالين بعضه، وما نحاولش ان احنا نفرمه يعني نفرمه بالسكينه كتير، هي مره واحده بس، بحيث ان انا ما افقدش الطعم بتاعه والريحه بتاعته. خلاص كده فرمنا الريحان بتاعنا. تعالوا نروح عندنا ناخد عندي في الطاسه شويه من زيت الزيتون، ناخد عندي بصلايه مفرومه، زيت الزيتون، حطينا البصلايه المفرومه، وبعد كده نبدا نحط عندي فصين اتنين ثوم مفرومين، هنا احنا عملنا ايه؟ هنا احنا عملنا الانيوكي، حطيناها في ميه تكون ساقعه فيها تلج بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، وبعد كده نبدا ناخدها وننزلها فين؟ عندي على الصوص، عشان واحنا بناكلها نستمتع بيها، وبلاش نحطها كتير على النار، هي من 3 دقائق ل 4 دقائق كفايه. ريحان مفروم، احمص كويس الثوم مع الايه؟ مع البصل ومع زيت الزيتون، ونروح جايبين عندنا معلقتين اتنين من صلصه الطماطم. كل ما تسيبي ده يتحمص مع بعضه كل ما يكون افضل، يديكي طعم المحترم اللي انت عايزاه من الصوص الاحمر. عصير طماطم، معلقه صلصه طماطم، وبعد كده نقوم حاطين عندنا شوية سكر صغيرين بيدي المعدل المحترمة. نظبط الملح، فلفل أسمر، تمام، ونقوم إيه مقلبين كل ده مع بعضه عندي على النار كويس جدا، ونسيبهم يا باشا يأثروا، بس هما بيأثروا كده مع بعض بديلها عندي شويه من الميه السخنه، ده مهم جدا بقى اهو. شويه ميه سخنه صغيرين. ونسيب عندي الصوص الاحمر ده لحد ما يبدا اللي هو يتقل، بعد ما يتقل هناخد عندنا الانيوكي اللي احنا عملناها او المكرونه الايطالي ديت، ونقوم حاطينها فين؟ في الصوص. شويه جبنه برمجان عليها من فوق بالهنا والشفا. صوص احمر. بص يا باشا الصوص والتأثير الصعب ازاي؟ نقوم واخدين عندنا الانيوكي بتاعتنا، حطينا هنا مسقطنا مضيفينها جوه الصوص الاحمر. تقلبتين اتنين بقى محترمين، اتنين محترمين ليها، وبعد كده نبدا ان احنا نطلعها ونقدمها. اهي. شويه جبنه برمجان عليها من فوق بالهنا والشفا. انا نبدا ان احنا نقدمها. الصوص تقيل معايا، المكرونه عندي استوت معايا تمام. بص الطبق شكله عامل ازاي؟ يفتح النفس. اي ست بيت تقدر ليها تعملها بالشكل اللي حضرتك كده، وحطينا شويه جبنه برمجان عليها من فوق او جبنه رومي. النيوك بتاعتنا، البطاطس المهروسه اللي جبناها، اللي ما تابعش الحلقه يتابعنا من الاول، لما البطاطس جبناها وهرسناها بعد كده حطيناها شويه ملح وفلفل، ادينا لها واحد عدد بيضه، خدنا هدي بالدقيق بعد ما عجناها عجينه كويسه جدا، خدناها قدام حضرتك اهيت. بص العجينه، فاكرين لما انا قلت لكم العجينه دي لازم تشتغل بسرعه؟ تعالوا شوفوا القوام بتاع العجينه لما ريحت. انا متعمد ان انا اسيبها لاخر الفاصل
عشان بص بقت العجينه عامله ازاي، مش هتعرفي تشتغلي بيها. البطاطس فيها هتسيح العجينه، فانت لازم اول ما اول ما تعمليها على طول اشتغلي فيها، ما تركنيهاش. خلصي على طول، العجينه جاهزه معاكي، طق 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 طق، خديها بصميها، نزليها على طول في ميه سخنه وزيت وملح، هوب حطيها في الصوص، طلعيها وقدميها بالشكل اللي حضرتك كده شايفه.